اتفاقية كلية الشرق الأوسط مع المنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا تأتي لتفتح برنامجين تدريبيين، وهما محلل معتمد في علوم البيانات الضخمة واختصاصي معتمد في تقنية Internet of Things، حيث بدأ التدريب مع موظفين من قبل هيئة تقنية المعلومات. سوف تساهم الشراكة مع كلية الشرق الأوسط في مجالات الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة ومصطلح الانترنت أوف ثينجز في تطوير قدرات الطلاب والإدراك الحسي والمعرفي لدى طلاب الكلية، حيث تساهم هذه التقنيات الحديثة في تغيير نمط حياة الأفراد والمجتمع من النمط التقليدي إلى مصطلح المدن الذكية. ويبلغ حجم البيانات المتبادلة حول العالم قرابة 2 كونتليون بايت بشكل يومي عبر مختلف الوسائل، ما يفتح آفاقا ورؤى إدراكية لدى الطلبة والمجتمع وكل المتفاعلين مع الشبكة المعلوماتية. طبعاً نحن كطلاب في كلية الشرق الأوسط، الكلية مختصة بالتكنولوجيا طبعاً، وفي عالم التكنولوجيا الحين بالذات نحتاج في لمثل هذه التدريبات ولمثل هذه مثل تريننج سيشنز، يعني عشان إنه يكون عندنا دراية بعالم التكنولوجيا وكيف إنه نطور من التكنولوجيا نفسها عفواً، وإن نكون على دراية تامة بما يهم التكنولوجيا في مجتمعنا. العالم الحين تطور، وإنه بدل لا نحفظ مثلا البيانات في أقراص وفي فلاش ميموري وكذا، طورنا إلى نخليها إلى تقنية سحابية، إنه أقدر أخزن بياناتي بطريقة أسهل برمز بسيط أو لينك معين. تخلل الاتفاقية محاضرة قدمها الرئيس التنفيذي للمنتدى العالمي للعلوم والتكنولوجيا عن أهمية الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والتقنيات النقالة، حضرها مهتمون من جهات عدة. دورات مثل هذه تساعد الطالب أنه يواكب تطور، يواكب آخر التقنيات الموجودة في العالم، ما بعد خاصة أنه بعد تخرجه من البكالوريوس، نظام البكالوريوس راح يتخصص في أشياء متخصصة جدا في تقنية المعلومات، فهذه الدورات راح تساعده وتنمي مهاراته. هذه الشراكة تسعى من خلالها كلية الشرق الأوسط لتعزيز تعلم طلابها ولتكون رائدة في تعليم العلوم والتكنولوجيا. يعقوب بن يوسف البلوشي، مسقط.